بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي التلاميذ في كل مكان، أحب أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء وتلاميذنا الأعزاء للصف السادس، نستمر معكم في إعطاء المنهج الخاص بمادة العلوم الفصل الدراسي الثاني. مرحبا بكم في عالم العلوم. تلاميذنا الحلوين، طبعا درسنا اليوم ان شاء الله حيكون بعنوان السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية. حنتعرفوا ان شاء الله على هذه اللي هي السلاسل. فاحنا عارفين ان كل المخلوقات الحية تعتمد، حتى تبقى على قيد الحياة، تعتمد على بعضها البعض من حيث الغذاء لتقوم بكل وظائفها الحيوية، لتتحصل على طاقة حتى تقوم بكل أنشطتها اليومية وتستمر في هذه الحياة. فهذا الرابط من حيث الغذاء التي يربطهم مع بعضهم البعض يعرف بالسلسلة الغذائية، السلسلة الغذائية. طبعا احنا عارفين يا سنة ثالثة اللي هي سنة سادسة ان كل الحيوانات اللي هي نقولوا المخلوقات الحية جميعها تعتمد على النبات في الحصول على غذائها. طبعا النبات اللي هو المخلوق الحي سنة ثالثة الوحيد يا سنة ثالثة اللي هو يستطيع تكوين غذاء بواسطة عملية البناء أو بعملية البناء الضوئي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي التلاميذ في كل مكان، أحب أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذنا الحلوين، تلاميذ الصف السادس، مرحبا بكم في عالم العلوم. طبعا حندرس إن شاء الله الفصل الدراسي الثاني. من أهم الدروس ما يخص الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم إن شاء الله يا سنة ثالثة هي السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية. طبعا احنا عارفين إن المخلوقات الحية أو ما تعرف بالمخلوقات العضوية هي دائما تعتمد على بعضها البعض من حيث الغذاء حتى تستمر وتبقى على قيد الحياة. فطبعا الغذاء اللي هو تتحصل عليه أو من هذا الغذاء تتحصل على الطاقة اللازمة للقيام بكل وظائفها وكل أنشطتها اللي هي اليومية. فالمخلوقات الحية تحتاج دائما إلى طاقة حتى تؤدي كل ما لديها من نشاط ووظائف حيوية في هذه الحياة. فاحنا عارفين ان النبات يا سنة ثالثة هو المخلوق الحي الوحيد الذي يجهز في غذاء نفسه بعملية البناء الضوئي، لأن يحتوي طبعا على مادة اللي هي الكلوروفيل. هذه المادة أو ما تعرف باليخدود لها القدرة على حجز اللي هي الطاقة الضوئية من الشمس، وهو المصدر الطبيعي لأي نوع من الطاقة، بحيث اللي هي تستخدم في عملية تجهيز غذائها بعملية البناء الضوئي. طبعا السلاسل الغذائية هي اللي بتبين لي العلاقة الغذائية بين هذه المخلوقات الحية المختلفة.
فزي ما قلنا يا سنة ثالثة قاعدين في بداية درسنا نوضح إن النباتات هي مصدر غذاء لكل المخلوقات الحية على وجه الأرض. فطبعا تعتمد السلاسل الغذائية على 4 عوامل رئيسية يا سنة ثالثة، وهي الشمس. طبعا الشمس هي مصدر طبيعي من عند الخالق سبحانه وتعالى، وعارفين أهمية الشمس. لولا هذه الشمس، أو إذا اختفت هذه الشمس، لا تنتهي الحياة على وجه الأرض. فالنبات اللي هو يعتبر قلنا المصدر غذاء لكل المخلوقات الحية، يتحصل على الطاقة الضوئية من المصدر الطبيعي وهو الشمس. إذن حنتعرف إن شاء الله اللي هو عندنا قبل ما نتعرف عليه المنتج، وهو إحنا زي ما قلنا النبات، لأنه ينتج في غذاء نفسه بنفسه. قلنا إن السلاسل الغذائية تعتمد على 4 عوامل رئيسية. شو قلنا عليها يا سنة سادسة؟ 1، أحسنتم، الشمس، وهو مصدر طبيعي لكل أنواع الطاقة. باقي رقم 2 شو عندنا؟ المنتجات. طبعا احنا قلنا المنتجات من المخلوقات الحية، وهي أحسنتم، وهي النباتات. النباتات هي المنتجات التي تعمل على إنتاج غذائها نفسها بنفسها. قلنا المخلوق الحي الوحيد اللي بيجهز غذائه نفسه بنفسه بواسطة عملية البناء الضوئي، قلنا لأنها تحتوي على مادة، أحسنتم يا سنة سادسة، على مادة اليخضور أو ما تعرف بالكلوروفيل، هي اللي لها القدرة على حجز اللي هي الطاقة الضوئية من الشمس. الحاجة الثالثة اللي هي اللي تعتمد عليها السلاسل الغذائية، المستهلكات. المستهلكات هذه اللي هي طبعا قد تكون المستهلكات من المخلوقات طبعا الحية كلها، اللي هي قد تكون نباتية أو تكون اللي هي حيوانية. يعني في عندي مستهلك اللي هو يتغذى على الأعشاب، بنسميه آكلة الأعشاب، والمستهلك اللي هو يتغذى على هذه الحيوانات العاشبة، وهو الحيوانات أو المستهلكات اللي هي من الدرجة الثانية، أو نقولولها الثانوية، أو نقولولها الثانية، المستهلك الثاني اللي هي آكلة اللحوم. وحنتعرفوا عليه إن شاء الله هذا كله في درسنا اليوم إن شاء الله. إذا بالنسبة للسلسلة الغذائية لها 3 أنواع حسب نوع الغذاء. يلا يا حلوين نتعرفوا على هذه الأنواع. عندي رقم 1 وهي آكلة الأعشاب. إذا احنا قلنا الخطوة الأولى أو أول ما تبدأ بالسلسلة الغذائية تبدأ بالنباتات، لأنها هي المنتجة. دائما النباتات هي اللي تعتبر خيرها، شن قلنا عليها؟ هي المنتجات. على سميناها بالمنتجات لأنها قادرة على صنع غذائها نفسها بنفسها بواسطة عملية البناء الضوئي. هذا بالنسبة للنباتات. تكلمنا عليه المنتجات اللي هي قلنا بداية السلسلة الغذائية. تاني حاجة عندنا اللي هي آكلة الأعشاب، أو نسميها اللي هي العاشبة، أو نسميها اللي هي الحيوانات آكلة النباتات. هذه اللي هي نسميها بالمستهلك الأول. على سميناها المستهلك الأول لأن هي اللي بتستهلك وين غذائها، منين تتحصل عليه؟ من النباتات، من المنتجة اللي هي النباتات، هي بداية السلسلة الغذائية. إذا المنتج، وبعدين عندنا المستهلك الأول وهو أحسنتم آكلة الأعشاب. إذا شو نسميها هذه؟ بنسميها بحيوانات عاشبة، أو نسميها العاشبة. إذا هذه الأولى. بعدين عندنا تصنيف ثاني من حيث نوع الغذاء، عندي آكلة اللحوم. من هي أكلة اللحوم؟ أكلة اللحوم هي الحيوانات التي تتغذى على لحوم الحيوانات العاشبة، لأنها لا تتغذى على الأعشاب، فهي تتغذى أو تتحصل على غذائها من، أحسنتم يا سنة ثالثة، من الحيوانات العاشبة التي تأكل الأعشاب مباشرة. إذا هنا عندي المستهلكات قد تتحصل على الطاقة من النباتات مباشرة،
وفي عندي اللي هي من مستهلكات زي اللحمة تتحصل على الطاقة حتى هي من النباتات بطريقة غير مباشرة، يعني بأكل الحيوانات التي تأكل النباتات وهي الحيوانات العشبة. إذا تعرفنا عليه المنتج وهو النبات، تعرفنا عليه آكلة الأعشاب اللي هي المستهلك الأول، وتعرفنا عليه المستهلك الثاني أو الثانوي هو آكلة اللحوم ما تسمى بالحيوانات اللحمة. هذا بالنسبة لي النوعين اللي خليناهم اللي هو حسب نوع الغذاء. توا حناخده اللي هو الحيوانات القارتة، هذه قد اللي هي تتغذى على الأعشاب وتتغذى على اللحوم، يعني هذه نسميها آكلة الأعشاب واللحوم. شو نسميها يا سنة سادسة؟ أحسنتم، حيوانات قارتة. إذا القارتة قد تكون اللي هي قلنا من المخلوقات التي تتغذى على الأعشاب واللحوم، يعني هي تتغذى على النباتات وتتغذى على اللحوم في نفس الوقت. زي عندنا كذلك اليوم المخلوقات الأخرى من غير الحيوانات، عندنا الإنسان، الإنسان حتى هو يعتبر من القوارض. في عندنا طبعا الإنسان قد يأكل الأعشاب اللي هو الحيوانات النباتات مباشرة، وقد يأكل اللي هو اللحوم مباشرة، حتى هو يعتبر من القوارض، يعتبر من القوارض. إذا قلنا تعرفنا على معلومة اللي هي الثالثة وهي القارتة، المخلوقات أو الحيوانات القارطة، هذه هي تتغذى على النباتات والحيوانات، النباتات والحيوانات. شوفوا عندي الصورة هنا يا سنة سادسة، تتكون من مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية. شوفوا عندي هنا يا، هذا اللي هو نوع من النبات. شو قلنا عليه يا سنة ثالثة؟ النبات منتج أو مستهلك؟ أحسنتم، هو المنتج. هذا النبات هو المنتج. أي نوع من النبات، أي نوع من النبات، لأن أي نوع من النبات يمكن أن يجهز غذاء نفسه بنفسه. إذا هذا عندي هو المنتج. كويس، نجوا نشوفوا بعد المنتج المستهلكات. من هو المستهلك هذا؟ أحسنتم، هذا المستهلك اللي هو المستهلك الأول الذي يتغذى على النباتات فقط. هذا يتغذى على النباتات، مثلا الأرنب اللي هي أو حشرات أو بقر أو أي نوع من الماعز، قد تتغذى على الحشرات على النباتات مباشرة ونسميها المستهلك الأول. نجو للمستهلك الثاني اللي هو هذا الحيوان أو هذا المخلوق يتغذى على المستهلك الأول آكلة الأعشاب، فنسميه المستهلك الثانوي أو الثاني. إذن المستهلك الأول يتغذى مباشرة على النبات، والمستهلك الثانوي يتحصل على غذاء من المستهلك الأول وهو آكلة الأعشاب. نجو نشوف السلسلة الثانية. إذن هذا نوع من النبات، هذا النبات اللي هو الجزر، شو يكون احنا في السلسلة؟ هو المنتج، تبدأ به السلسلة الغذائية. المستهلك الأول وهو الأرنب آكلة النباتات، هي تعتبر من العاشبة التي تتغذى على أي نوع من العشب أو أي نوع من النبات، فهي المستهلك الأول. والمستهلك الثاني، إذا هذا المخلوق اللي هو آكل اللحوم، يعتبر من اللحمة، هذا قد يتغذى أو يتحصل على غذاء من المستهلك الأول وهو الأرنب، بالتالي لأنه يعتبر من اللحمة، يعتبر من اللي هي المخلوقات اللحمة. كويس، نجولي هذا المستهلك الثالث يتغذى على آكلة اللحوم اللي هو يتحصل على غذاء من المستهلك الثانوي أو ما يسمى بالمستهلك الثاني. هذه سلسلة غذائية، قلنا السلسلة الغذائية هي اللي بتبين العلاقة بين هذه المخلوقات الحية، يعني كل مخلوق حي يتحصل على غذاء من المخلوق الآخر. إذا في عندي هذه السلسلة بتبين لي العلاقة بيناتهم، بين هذه المخلوقات الحية المتنوعة، وكذلك نفس الوقت قلنا تنتقل الطاقة من اللي هي النبات تحصل عليه. ترى قلنا في بداية حصتنا شو قلنا؟ النبات منين يتحصل على الطاقة؟ أحسنتم يا سنة سادسة، من الشمس. إذا خديت طاقة من الشمس واستفاد بيها، وبعدين اللي هو جهز عن طريقها اللي هي بواسطتها اللي هو غذاء، وباقي اللي هو جزء من الطاقة بتنتقل للحيوان أو المستهلك الأول الذي يتغذى على هذا المنتج.
وطبعا هذا المستهلك الاول. الطاقه هذه بيستخدمها في كثير من الوظائف الحيويه زي التنفس زي الحركه والكثير اللي هو من باقي الوظائف الحيويه اللي تحتاج الى طاقه. وبعد ما يتغذى عليها المستهلك اللي هو الثانوي هذا اللي هو اللاحم، تنتقل اللي هي هذه او الجزء الاخر من الطاقه المتبقي، حيث تنتقل الى المستهلك الثانوي اللي تغذى عليها اللي هو اللاحم، وبعدين اللي هو جزء الطاقه اللي طبعا بعد مقام هذا اللي هو المخلوق الحي بعدة وظائف حيويه واستهلك من هذه الطاقه، الجزء الباقي من يستفيد منها اللي هو المستهلك الثالث اللي بيتغذى عليه المستهلك الثاني. وبهذا تنتقل الطاقة من مخلوق إلى مخلوق حي آخر. كويس، توجهوا لي هذه السلسلة، شوفوا طول السلسلة الغذائية تختلف طبعا طولها على حسب اللي هو وجود هذه المخلوقات الحية، يعني حسب يعني عددها. شوفوا توا السلسلة الثالثة، هذه هي السلسلة تتكون، قلنا دائما البداية ب أحسنتم بالنباتات الخضراء لأنها تصنع في غذائها نفسها بنفسها، تحصلت على الطاقة من الشمس، بالتالي اللي هو تغذى عليها هذا النوع من المخلوق اللي هو الجراد، تغذى عليها آكل الأعشاب اللي هو أو ما تسمى بالعاشبة، وبعدين تحصل المستهلك اللي هو الثانوي هذا الضفدع تغذى عليه هذا اللي هو المخلوق، بالتالي يعتبر المستهلك الثانوي. ثم هذا المستهلك الثانوي تحصل عليه غذاء اللي هو المستهلك الثالث من الدرجة الثالثة، تحصل عليه غذاء من المستهلك الثانوي وهكذا. وهذا الصقر الجارح يعتبر من الصقور أو من الطيور الجارحة التي يتغذى أو يتحصل على غذاء من المستهلك الثالث الثعبان. بالتالي عرفنا ان السلسلة الغذائية هي اللي بتبين العلاقات المختلفة بين هذه المخلوقات الحية المتنوعة. هذا بالنسبة للسلسلة الغذائية. اذا قلنا تعتمد هذه السلسلة على 4 عوامل: 1 الشمس المصدر الطبيعي، 2 المنتجات اللي هي النباتات الخضراء، 3 المستهلكات قد يكون مستهلك أول وثانوي وثالث وإلى آخره على حسب طول طبعا السلسلة الغذائية. يلا مين اللي عنده سؤال هنا يا سنة سادسة؟ أحسنتم يا سنة سادسة. يلا فهو حنتعرف عليه أنواع من النباتات اللي هي نسموها بالنباتات اللاحمة. شو معنى النباتات اللاحمة؟ يعني هذه النباتات دائما اللي هي تتغذى وتأكل الحيوانات ونسميها بنباتات لاحمة. طبعا شنو في عندي يعني نباتات كيف تتحصل على غذائها؟ اللي هي على حيوانات أخرى، نسميها النباتات هذه بالنباتات، أحسنتم بالنباتات اللاحمة أو نسميها بالمفترسة. زي شنو مثلا هذه النباتات يا سنة سادسة؟ في عندي نبات اللي هو دائما يتغذى على الذباب، يسمى هذا النبات اللي هو نبات الفل وهو صائد الذباب. هذا النبات لاحظوا من الصورة شوفوا معاي، هذه اللي هو النبات تفتح شوفوا عنده اللي هو كيف يتسكر هنايا، يفتحها يعمل على اللي هو مجرد ما توقف عليه اللي هو الذباب، مجرد ما توقف عليه يتسكر عليها على طول بواسطة طبعا عندها عصارات اللي هي تعمل على أو يتحصل على غذاء من هذه الفريسة اللي افترسها وهو الذباب. في عندي نبات ثاني اللي هو نبات السلوى، هذا النبات حتى هو يعتبر نبات مفترس للحشرات، يتغذى أو يتحصل على غذاء من الحشرات، يفترس الفريسة متاعها اللي هي من الحشرات ويتغذى عليها. إذا في عندي نباتات لاحمة وفي عندي حيوانات لاحمة. هذا بالنسبة للنباتات التي تتحصل على غذائها من الحيوانات الأخرى، قلنا نسميها باللاحمة أو نسميها بالمفترسة لأنها تفترس اللي هو في منها من حشرات وفي منها ذباب زي اللي تعرفنا عليهم. توا إن شاء الله يا سنة سادسة قلنا المخلوقات المنتجة هي النباتات، المخلوقات المنتجة هي أحسنتم النباتات الخضراء.
علاش قلنا منتجة؟ ممتاز، لأنها هي المخلوقات الوحيدة التي يمكن أن تصنع غذائها بنفسها وتسمى ذاتية التغذية، أو نسميها بالمنتجة، لأنها تنتج في غذائها نفسها، ونفس الوقت أن هي تنتج في غذاء لكل المخلوقات الحية الأخرى حتى تتحصل على الطاقة اللازمة لها. لو نجوم نشوفوا اللي هو بعد ما تعرفنا عليه واخدينا فكرة عليه النباتات اللي هي المنتجات، تو حناخدوا المخلوقات المستهلكة اللي قلنا من العوامل اللي تعتمد عليها السلسلة الغذائية. قد يكون هذه المستهلك اللي هو حنتعرفوا عليه، اللي عندي مستهلك اللي هو آكلة الأعشاب، ومستهلك اللي هو آكلة اللحوم. طبعا هذه المستهلكات على سموها لأنها لا تستطيع هذه المخلوقات صنع غذائها بنفسها، فهي تتغذى أو تتحصل على غذائها من مخلوقات حية أخرى. علاش تتحصل على غذائها؟ أحسنتم، لأن كل المخلوقات الحية لا يمكن أن تعيش بدون غذاء، فهي تتحصل على الطاقة اللازمة لها وتسمى بالمستهلكات أو غير ذاتية التغذية. غير ذاتية التغذية، هذه بالنسبة للمستهلكات. طبعا المستهلكات اللي هي يا سنة ثالثة اتعرفنا عليها، اللي هي قد تكون هذه المستهلكات آكلة اللحوم وآكلة قد تكون آكلة الأعشاب اللي هو نسموها بالمستهلك الأول، وآكلة اللحوم بنسميها بالمستهلك الثاني اللي هي اللحمة. وبالتالي تلاحظوا إن التي تأكل النباتات والحيوانات هن متنوعة الغذاء، وسميناها بالقارتة. شو سميناها بالقارتة؟ كل هذه هي هذه اللي سميناها بحيوانات عاشبة أو لاحمة أو قارتة، قلنا أحسنتم نسميها كلها مستهلكات. شو نسميها؟ مستهلكات. وقلنا العاشبة النبات الأخضر بنسميه اللي هو منتج، بنسميه منتج، وعرفنا على سميناه منتج لأنها هي المخلوقات الحية الوحيدة التي يمكن أن تحجز اللي هي الطاقة الضوئية من الشمس وتقوم باستخدامها في تصنيع غذائها. هذه هي بالنسبة لي الفكرة اللي اخذناها عليه السلاسل الغذائية. والحصة القادمة بإذن الله يا سنة ثالثة هنتعرف عليه الشبكات الغذائية. الشبكات الغذائية. يلا يا سنة ثالثة بنعطي سؤال، ماذا إذا كان اللي هو يحدث إذا انقرضت كل أنواع اللي هي مثلا نقوله الحشرات أو اللي هي آكلات الأعشاب كلها، إذا كان انقرضت أو نقصت في العدد شن يحدث لي السلسلة الغذائية؟ وهذا حنبدو به السؤال إجابته في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. تمنياتي لجميع تلاميذنا الحلوين بالاستفادة والإفادة. انتظروني في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. أترككم بسلام في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.